وفي الضفة الغربية استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها لترتفع حصيلة الشهداء إلى 280 منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي. يكثف الاحتلال عملياته على مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي، إذ اقتحمت قواته المدينة من عدة محاور ونشرت قناصتها على أسطح البنايات وسط مواجهات واعتقالات طالت العديد من الشبان. من جديد يقف العالم بغالبيته مع القضية الفلسطينية بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يطالب بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة وسط مطالبات فلسطينية بإلزام دولة الاحتلال تنفيذ القرار. هذا الكيان كيان عنصري، كيان استيطاني، كيان كولونيالي استعماري، هو يقوم على العنف وعلى الكراهية، ولن يكون هناك إمكانية للتفاوض معه أو حتى الحديث معه، وبالتالي يجب علينا أن نفكر بطريقة مختلفة تماما وأن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية حتى نتمكن من وضع استراتيجيات واضحة لكيفية التعامل مع هذا الكيان. لليوم الثاني على التوالي يستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها مخلفا 7 شهداء وأكثر من 100 جريح وقصف لعشرات المنازل وتحويل أخرى إلى نقاط يعتليها القناصة عدا عن تجريف البنية التحتية. وبالتزامن مع ذلك تستمر الاقتحامات لبقية المناطق وتنفيذ حملات الاعتقال التي طالت أكثر من 40 فلسطينيا فج الأربعاء. تل أبيب ليس لديها أي حلول إلا الحلول الأمنية، سواء من نتنياهو والمعارضة التي تتواجد على سدة الحكم. هذه الاقتحامات والاعتقالات أيضا أثبتت بأن إسرائيل فشلت في كافة السبل من أجل خلق حالة من قبول أمر الواقع الذي تحاول فرضه في الضفة الغربية. في المدينة المقدسة تستمر عملية التهويد من قبل سلطات الاحتلال بهدم منازلهم وتشريدهم وبتأمين اقتحامات المستوطنين اليومية وأدائهم طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى بطريقة استفزازية. إجراءات مشددة من قبل الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية، لكنها تزداد في داخل المدينة المقدسة بعد أن حولت لثكنة عسكرية يمنع الفلسطيني من دخولها وأدائه لشعائره الدينية فيها. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غيث.